من كان يبكي في الليل ويظل يبكي فيتجمع الدمع السخي حتى يشق له طريقا ويصل كأنه خند، كأنه جدول صغير يصل إلى خارج البيت، وكان هو بالداخل إذا سمع همهمة أو صياحا أو عرف أن هناك من يمر في الدرب أو الشارع ناداه من داخل البيت: يا هذا ارفع ثوبك عن هذه المياه فإنها أنهار تجري من عين عصت الله. عين عصت الله، نحن نبكي؟ لا، لم نصل إلى البكاء، نحن نتباك كل سنة مرة تصادف في ليلة رمضانية مع القنوت تهتز المشاعر، الإنسان صائم طوال النهار حصلت له حالة من الرعشة